صباحو، كيف كن أصدقائي؟ طمنوني عنكن، إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة يا رب. اشتقتلكن كتير وكومايات، رجعتلكن فيديو جديد. أصدقائي، مثل ما عم تشوفوا أنا برات البيت، رايحة على السوق، يلزمني شوية أغراض، وحبيت كمان أخذكن جولة معي. أوكي أصدقائي، وقبل ما نبلش فيديو اليوم لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تحطوا لايك للفيديو، ويلا خلينا نبلش مع بعض في فيديو اليوم. ليتس جو أصدقائي. وهلا وصلت محل أكشن، يلزمني علبي لما أيام بعمل ماسكات فيه، وإن شاء الله لاقي طلبي. أصدقائي شوفوا هدول الصحون، ما أحلاهم، كتير بحب هيك شغلات للديكور، وكمان سعرها رخيص 82 سنت. جايز شوفوا ما أحلاهن، كنت عم دور عليهن من زمان أيام نقلي بطاطا ونحط فيها. في منها قياس صغير وكمان قياس كبير، وفي كمان منها ألوان أسود فضي، وكمان يجي منها على اللون ذهبي. جايز شوفوا ما احلى هاي بسكليتي، كتير بحب ديكورات للبيت، رح حطلكن هون مشان تشوفوا موديلها. اصدقائي هلا طالع موديل جديد مشان ضيافي، هيك صحون صغيرة مع وحدة كبيرة بتجي. عجبتني كتير الموديل وتطبيق بصراحة، بس اللي عجبتني اكتر لون ذهبي، لانه هلا عم بشتري اغراض بيتي كلن باللون ابيض وذهبي، بس المشكلة باللون ذهبي الصغار فيه، بس الكبيرة ما لقيناها، يمكن خلصانة. أصدقائي وهلا طلعت من أكسيون، صلي ساعة عم دور على طلبي. كنت عم دور على هدول صحون صغيرة أيام بعمل ماسكات لبشرتي، دورت عليهن ما لقيت، واشتريت غير شغلات. دائما بيصير هيك معي يا جماعة، بروح مشان شي وبشتري غير شغلات. بتمنى تكتبوا لي بالتعليقات مين منكن كمان بيصير معه هيك مواقف مثلي، يعني بنروح على السوق مشان شي وبنشتري غير شغلات وبنرجع على البيت. أصدقائي الجو اليوم برد بوز، هلا تأروح على المطعم اكل شي لقمة انه جوعانة، وبعدين تأروح على البيت. جايز وصيت شاورما، سلطة، كمان بومس، وكمان ايران. جايز وهلا وصلت على البيت، وهي كان فكرة فيديو اليوم، ان شاء الله عجبكن يا رب، استمتعتوا معي، اشوفكن بخير والسلامة بفيديو جديد.